بسم الله الرحمن الرحيم. سنبدأ الآن بالجزء المتعلق بالهيدروليكس of سيورز. جزء من الماتيريال اللي راح أعرضها إن شاء الله وتم تغطيته لما حكينا عن مانينج إكويجن في الجزء المتعلق بالسيركولر سيورز. لكن هنا إن شاء الله بنعرض الموضوع بشكل متكامل، بنغطي جوانب بإذن الله مختلفة. برزنتيشن 11.2 تم تجزئتها ل 11.2.1 و 2.3 لنضمن انه اللينكس او طول الاوديو فايل ما يكونش كبير، وجست تو ميك شور انه ما في اي مشكله في الصوت زي ما حصل في التسجيل السابق. بس هون التاكيد مره ثانيه على الاندرستاندينج اللي اوريدي موجود عندنا. لما نحكي عن سيور فاحنا بنحكي عن البايب اللي مصمم انه not to be under pressurized conditions. فالبايب اللي بيكون مصمم انه ما يكونش under pressurized conditions هذا يسمى سيور. هلا الفلويد اللي ممكن يكون موجود ممكن يكون waste water مجاري، والwaste water احيانا تسمى sewage. Somehow الكلمة هذه شبيهة بكلمة سيور. سيور البايب، سيوش مية المجاري، وفي تيرم ثالث اللي هو سيورج. سيورج سيورج اللي هو عبارة عن السيستم المؤلف من المانهولز، غرف التفتيش، الديفرنت بايبس، الكوليكشن مانهولز، الخط الرئيسي. كل هذه المجموعة بسموها سيورج. فالسيورج مؤلفة من سيورز واديشنال كومبوننتس زي المانهولز على سبيل المثال. الآن إذا بنيجي نتطلع على البايب أو السيور اللي اوريدي موجود عندنا، أول شيء في عندي الجزء العلوي، هنغير اللون. الجزء العلوي هذا اللي هو بنسميه احنا كراون، والجزء السفلي اللي هو الانفرت اوف ذا بايب، سطح المي اللي هو ذا فري سيرفيس. وبنلاحظ انه في مسافه ما بين سطح المي وما بين الكراون اوف ذا سيور. وبالتالي كونه في عندي مسافه، هاي المسافه فيها فراغ، معناته بهذه الحاله بيكون عندي unpressurized flow لانه هذا الحيز already مفتوح عندي. اذا هذا الحيز مفتوح، هنحكي like this. وبالتالي كونه هذا الحيز فاضي معناته this is unpressurized flow conditions. One more thing اللي هو التشابه ما بين الوضع اللي انا شايفه في هذا الفيجر وما بين الاوبن شانل فلو واضح. اول شيء driven by gravity in both cases. في عندي free surface، هي already مبين عندي هون، وهذا free surface معرض للضغط الجوي in both cases. What applies لل open channel flow زي مثلا على سبيل المثال Manning equation، it is also applicable in the case of sewer flow. لو جينا نطلع على الرسمة هذه بنلاحظ أنا في عندي two systems. السيستم الأول اللي هو مبين عندي الفلويد باللون الأزرق، وهذا عبارة عن ستورم ووتر سيور. الستورم ووتر هو عبارة عن مياه الأمطار اللي تحولت لجريان سطحي، إذا the run off from rainfall. هاي المي الستورم ووتر اللي تمشي بالشوارع فأنت بدك تجمعها، بتجمع عادة بمصارف، ومن مصارف بتكون مشبوكة بالأندرجراوند مع السيورز اللي احنا اوريدي شايفينها. هاي is called storm water sewers. وبتلاحظوا انه الديسبوزل مباشرة بيروح باتجاه الريفر لانها المي هاي اوريدي نظيفة، وبالتالي ما في مشكلة انها تلوث الريفر. لكن when it comes للسيستم الثاني اللي احنا اوريدي شايفينه بهاي الصورة اللي هو هذا، واضح انه باللون الغامق to indicate this is مجاري لانه فيها organic objects، واضح انها drains the waste water من البيوت اللي احنا already شايفينها هنا. هاي البيوت بتكون بيوت مخدومة بشبكة الصرف الصحي. في عندي waste water sewer احنا already شايفينه، اللون تبعها indicates انها مياه ملوثة فيها organics.
توصل لمحطة المعالجة. بعد محطة المعالجة بتصير مياه نظيفة كلين ووتر، طبعا كلين ووتر مش مناسب للشرب أكيد، لا ما في حدا بيشرب مياه عادي من المعالجة، لكن at least it will be purified from the major contaminants الملوثات الرئيسية، وبالتالي بتغير اللون بصير شبيه بهذا اللون اللي هنا، وبالتالي you can dispose أو تتخلص منها في الريفر، لأنه مش راح نعمل أي تلوث للبيئة اللي already موجودة عندنا. هنا نفس الحكي اللي already حكيناه قبل شوي، إنه في مشابهة كبيرة إذا compares very well ما بين السيور فلو وما بين الأوبن شانل فلو. هذه المشابهة زي ما حكينا إلها عدة aspects، على سبيل المثال partial flow في الجهتين unpressurized، هذا واحد. في عند الفري سيرفيس اللي حكينا عنه هنا في هذا المكان، وهذا مشترك بين open channel flow والسيور flow. وآخر شيء في عندي slope في البايب السيور اللي بخلي ال waste water على سبيل المثال to be driven by the gravity. يعني لو جينا مثلا حطينا بشكل سريع، هاي مثلا منسوب الشارع مايل، وهي مثلا السيور like this. وبالتالي اذا وجود الميل S اللي هي في مانينج إكويشن، هذا بيعمل عندي gravity impact على الفلو اللي already موجود بهذا السيور. نفس الشيء بالنسبة للشانل، احنا كنا نرسمها بهذا الشكل channel bed، فاذا في مقاربة ما بين channel bed سلوب وما بين السيور سلوب. الاليمنت الثاني الرئيسي جدا اللي لازم يكون في ادراك له وجود اندرستاندينج لحد معين، اللي هو ما يسمى بالمان هولز. المان هولز احيانا تلفظ بالعامية مناهل، واذا بنحكي عن مفرد هي مان هول بالانجليزي، لكن العوام بيحكوها منهل. I would never really say it منهل أو مناهل. No, if you have to say it بالعربي غرفة تفتيش أو غرف تفتيش، لكن if you would like to say it in English then it should be manhole أو manholes. This is the right way to say it بالنهاية. Anyhow, إذا بتلاحظوا أول شيء المانهول وظيفته حسب الرسمة هذه، خلينا نطلع مظبوط. إذا بتلاحظوا في عندي هذا السيور، هاي مبين هذا السيور واضح انه ماخذ مجاري من هذه المخازن اللي هنا، وبروبابلي في منزل او منازل او ابارتمنتس ابوف هذه المخازن، وبالتالي كل مجاري هاي المخازن مع المساكن الموجوده ابوفت بتيجي من خلال الاندر جراوند سيور، بتروح لغرفه التفتيش هي مبينه عندي هون صغيره، بعدين تعطي للمان هول الرئيسي الموجود اوريدي عندي هنا. في طمم، لكن اذا لو شلنا هذا التراب اللي هنا بنلاحظ انه في خط رئيسي داخل على المان هول، وفي خط رئيسي ثاني خارج من المان هول. هذا الخط اللي هو احيانا ممكن يسموه زي انترسبتر او كوليكتر حسب طبيعه التسميه، ممكن نحكي عنها ان امنت. الان اذا بتلاحظوا المان هول مؤلف من مجموعة أجزاء زي ما احنا شايفين هنا، فبتلاحظوا على سبيل المثال لو جينا طلعنا على هاي جزء مبين عندي هنا، وهي كمان جزء ثاني، وهي كمان جزء ثاني ثالث. فإذا المان هول زي فكرة الليجو، قطع بتتركب فوق قطع ثانية، لأنه المان هول in general بيكون pre-casted يعني already مصنوع بشكل مسبق ممكن في المصنع وبيجي جاهز على الموقع، ونادر جدا ما بيكون في اضطرار انه ينبنى او ينعمل او ينصب في الموقع. ممكن تتخيلوا انه في عندنا شبكة فيها مئات المانهولز، no we can't really do every manhole at the location في الفيلد، لكن it should be ready manufactured in the factory. الهدف من وجود المانهول، أول هدف حكينا إنه بيستقبل collect wastewater from the different contribution
points, contribution points، النقاط اللي بتعمل مساهمة، بتعمل مجاري، يعني البيوت على سبيل المثال، مصانع، منازل، مدارس، مساجد، whatever بالنهاية. والإشي الثاني، لو تخيلت إنه مثلا في عندي كمان مانهول، هو في مانهول بس مش مبين عندي هنا أو لسه مش عاملينه، وبالتالي في عندي underground sewer، فلو صار في انسداد في هذا المكان فبدخلوا بربيش with high jet، high pressurized jet، هاي معروفة اللي هي ترك النضح هذا أو whatever، وبدخل البربيش وبتفش all the blocking material للمانهول الثانية وبتنشال out of the system. إذن ممكن نستخدمها في حالة maintenance، الصيانة أو التنظيف أو whatever بالنهاية. إذن this is something يعني we need to consider. كمان المانهول زي ما حكيت الconnection locations with the system. طب اختيارنا للمواقع اللوكيشن للمانهولز، اختيارنا للمواقع بخضع لعدة اعتبارات، بس ما نحكي عن هاي الاعتبارات we need to keep in mind that عندنا في الضفة الاعتبار المتبع في تحديد مواقع المانهولز انه ما تزيد المسافة بين اي two subsequent يعني متعاقب، اذا ما تزيد المسافة between any two subsequent مانهولز عن 30 متر. طبعا برا الكودز بتحكي شيء مختلف تماما، انه كل ما كان عندي سيور ديامتر اكبر كل ما كانت المسافه بين المانهولز اعلى، والعكس صحيح، لانه كل ما كان السيور ديامتر اكبر ديفينتلي بيكون في عندي امكانيه الانسداد اقل، وبالتالي فيش داعي انه يكون المانهولز قريبة على بعض اذا اعتبرنا انه البعد والقرب تبعهم مرتبط باعمال المينتيننس او الصيانة او الكلينينج، خلينا نحكي بهذا الشكل. لكن اذا بنحكي in general where we have to place انه نضع هذه المانهولز، فخلينا ناخذ مثلا اول اعتبار على سبيل المثال يكون في عندي تغير في الديركشن تبع الشارع. انا اتخيل انه الشارع بهذا الشكل وفي عامل كوربة like this، فI can't put a manhole في هذا المكان ومانهول في هذا المكان، لأنه في هاي الحالة لما أجي أعمل السيور أكيد راح يطلع out of the right of way. لكن لو أجيت ضفت manhole آخر في هذا المكان على سبيل المثال، معناته صار عندي السيور like this، صار عندي السيور سوري بصيرش ينطعج like this. وبالتالي اذا في الاماكن بصير فيها تغيير في الديركشن، then we need to consider the possibility of having this manhole، مع انه المسافة بين هذا وبين هذا هي اقل من 30، بس هون بهاي الحالة we need to add a third in between manhole. الاشي الثاني اللي هو grade، يعني لو تخيلنا مثلا الشارع كان ماشي بهذا الشكل وتغير الجريد تبعه سلوب like this، معناته we need to add for instance a manhole at this location, a manhole at this location and a manhole at this location. وبالتالي بصير في عندي سيور بهذا الشكل والسيور برد برجع بكمل بهذا الشكل. اذا I can't do it all the way like that. We need really إنه نعمل الكسرة هذه، لأنه إذا ما سويت هيك وافترضت إنه في عندي بس two manholes، خلينا نطلع كيف بصير الوضع، ساعتها بدي أجي أشبك هذا. إذا حافظ على نفس السلوب ببطل في عندي ممكن نطلع كأنه صور برا الشارع، وإذا عملت ميل أكبر صار عندي هاي المسافة كبيرة. إذا وجود الـ in between manhole بصير أساسي عن تغيير أو تغير الجريد. البايب سايز، كل ما مشي الفلو أكثر كل ما زادت كميته أعلى، كل ما كان في حاجة إنه يزيد القطر. في حال تغيير الأقطار معناته we really need to have a manhole. يعني for instance لو افترضنا إنه هذا سيور، بعدين بلحظة أو في مكان معين اضطرينا نعمل بدل 8 إنش يصير عندي 10 إنش، معناته هاي العشرة إنش بهذا الشكل، هذا
10 انش. هذه الوصلة ما بين two sewers it has to be accompanied by a manhole at this location. So when we need to do a change in diameter أكيد من الأصغر للأكبر, then we have to add a manhole. آخر شيء اللي هو ال intersection, لما يكون مثلا في عندي crossroad or junction for instance, يعني ما نأخذ مثال بسيط like this, هاي الشارع عامل هيك ومين المنطقة بيعمل بهذا الاتجاه وبهذا الاتجاه وبهذا الاتجاه وبهذا الاتجاه, معناته بده يكون في عندي هون مانهول مجمع, 1 اوت فلو هاي هذا اوت فلو, و2 و3 انفلوز هاي 1 2 3, معناته ما يكون في عندي كروس رود او انترسكشن تقاطع بيكون في داعي انه يكون في عندي مانهول في هذا المكان. تمام, اذا نقطه التقاء اكثر من سيور هذا بيحتم انه يكون في عندي in this case the existence of a manhole regardless what would be the distance between the other manholes within the system that I have. هذا represents a general shape of a manhole, وبتلاحظوا انه مؤلف من ثلاث اقسام, جزء واحد جزء اثنين وجزء ثلاثة. إذا we have three different components. الجزء رقم واحد يسمى القاعدة أو base, فيش داعي نكتبها بس يلا base, وتلاحظوا في عندي هنا فتحة وفي على الجهة الثانية فتحة زيها, هذه بتكون فتحة مثلا for example the entering sewer أو inlet sewer, والجهة الثانية بيكون في عندي the outlet sewer. مثلا وجينا طلعنا على المانهول هذا اللي هنا, هذا له فتحة دخول وفتحة دخول وفتحة دخول, إذا ثلاث فتحات دخول, one outlet hole فتحة خروج واحدة. طبعا هذه اللي هنا أو هاي اللي هنا أو هاي اللي هنا عشان البلانجو أو المنوف أو الرافع اللفت عشان يقدر يمسك الإطاعة تبعت المانهول, هاي مبينة عندي هون بهذا الشكل, فـ it's kind of hook up مع الإطاعة الموجودة, بتكون الكتلة تبعتها كبيرة. الجزء الثاني اللي هو ما يسمى بـ الرينج. الآن إحنا هون العوام اللي بيشتغلوا بهذا المجال حتى المهندسين بسموها رينج, لكن اسمها العلمي رايزر, لكن لو تحكي رايزر ولا حدا راح يستوعب عليك, فاذا احنا بنعتمد تسمية رينج. والرينج هو طبعا القطعة توصل ما بين القاعدة وما بين هذه القطعة رقم ثلاثة اللي هي الكون المخروط, واللي بنتهي بالنهاية بالكفر, والكفر اللي هي القطعة الحديدية الدائرية اللي انت بتشوفها بالشارع واللي عادة بصرقوها الجماعة اللي بيجمعوا الحديد من الشوارع. These are the key elements. هلأ في نقطة مهمة هنا, you need at least to remember it, يعني حتى لو ما اهتمتش كثير فيها هلأ, بس at least الديزاينر الشاطر لشبكات الصرف الصحي بحاول انه لما يحدد قديش المسافة ما بين the crown أو the top of the manhole والانفرت او البوتوم اوف ذا مان هول, هاي المسافه لازم انها تقسم بشكل صحيح على ارتفاع الكون, ارتفاع الرينج, وارتفاع البيز. فلو افترضنا انه المسافه هاي بالديزاين لازم تكون 3 متر, وكانت هذه المسافه تبعت البيز الستاندرد 80, تبعت الكون 120 سنتي, معناته مجموع الكون مع البيز صار عندي 200, ضل عندي 100 سنتي. ال 100 سنتي لازم تتقسم على الرينج, اذا لقي رينج واحد ارتفاعه 100 سنتي كان به, اذا لقي ما فيش 100 سنتي ممكن لاقي 50, اذا لقي 50 ساعتها بده يحط 2 رينجز, طب اذا لقي 60 معناته ما بينفع احط 2 رينجز. شو بصير بهاي الحاله؟ بصير الكفر اعلى من منسوب الزفته,
فكيف انت بتشوف مرات بالشوارع الكفر طالع وعجل السياره بدور فيه، والعكس اذا كان المطلوب 100 زي ما حكينا والرينج 40، بهاي الحاله صار مجموعهم 80 فصار نازل له 20 سنتي. برضه هذا فيري كومن عندنا بلابس، بتلاقي عجل السياره نزل بجوره الكفر، وبالتالي بيكونش فيري كونفينينت. ففي مهاره لازم يكون في التصميم، والمصمم لازم يكون عنده ادراك عندما يعمل الكميات، ولما يعمل الديزاين ياخذ بعين الاعتبار كم الاطوال او السماكات او الارتفاعات تبعت القطع المختلفه للمانوز. في فرايتيز كثيره، وانا موجود عندي الكتالوج بالمناسبه اللي بحط الستاندردز، ممكن ابعث لكم الرابط اذا حدا طلبه. لكن زي ما حكيت في البدايه انه المان هولز زي الليجو، يعني انت بدك تجمع القطع مع بعض بحيث يطلع هو الارتفاع الصحيح. بعد ما يتزفت الشارع كل شيء يطلع اكزاكتلي مسح مع الشارع، مع حساب كل شيء له علاقه بالطبقات المختلفه واللايرز المتعدده اللي ممكن تكون موجوده، سواء كان شيء مرتبط بالشبكات او شيء مرتبط بالزفت. هنا يا في شيء هنا very interesting نتطلع عليه، شغلتين على الأقل. أول شيء طلعوا كيف هنا هذا بسموه benching، طلع كيف عملية channeling، هذا بيساعد مية المجاري تدخل وتطلع بسرعة بدون ما أنها تتأخر في قلب المانهول، لأنها إذا تأخرت مية المجاري بصير في عندي روائح كريهة bad odors، وبالتالي بصير تمشي أنت بالشارع وتشم روائح سيئة طالعة من المانهولز. هذا للأسف very common في بعض المناطق عندنا في نابلس لأنه في bad benching. هاي البنشنج من أكثر الأشياء اللي بركزوا عليها المهندسين اللي بيستلموا شغل من المقاولين، ومرتبط في البنشنج اللي هو هذا السطح اللي هنا وهذا السطح اللي هنا، المفروض يكون سموث وفي ميل تقريبا من 1.5 لـ 3% باتجاه التشانل، بحيث أي مجاري بتيجي هنا immediately بتسحل إذا سليبس باتجاه البنشنج وبتكمل باتجاه المخرج. الإشي الثاني اللي بسوى نحكيه كمان إذا بتطلعوا فيه، عندي هذا الأسود اللي هنا أكيد كلكم تعرفوه اللي هو بسموه بالعامية لباد أو فتيل، وهذا أو بالإنجليزي سيل، ربر سيل، بمنع لما يختم قطع المان هول مع بعض بمنع إنه يكون في عندي أي تسريب أو تسهيل بحيث انه المجاري ما تطلع خارج المانهول. طبعا هي موجوده في التربه محفور لها، لكن واتس ذا بوينت انها تكون التربه ملوثه بالمياه العادمه اللي طالعه من المانهول. لو كان في خط مي قريب وصار في كراكس في خط المي، ومع انه خط المي المفروض يكون اعلى من خط المجاري، لكن يو كان نيفر تيل. لو صار الحكي هذا وطفينا مضخه شبكه توزيع المي بصير الضغط سالب في خط المي، فممكن انه يصير في سكشن إذا كان في اهتراء في خطوط المي، وهذا حدث عندنا مرات عديدة للأسف في مدينة نابلس، وصار في تلوث لمياه الشرب، وبترافق هذا الحكي مع إسهالات وأمراض معوية خصوصا عند الأطفال. يعني this is very 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 common، مش very common بس إنه حصل، بجوز بحصل له مرة كل 3-4 سنين يعني بالنهاية في بعض المناطق في نابلس. هاي برضو zoomed in photo for the benching. واضح انه في عندي one entrance, another entrance, a third entrance and one outlet. اذا ثلاث خطوط تتجمع زي كأنه حكينا اشي جاي من هون واشي جاي من هون واشي جاي من هذا الاتجاه one outlet. اذا هي عملية تجميع بالنهاية، وبتلاحظ كيف البنشنج عامل بالنهاية. هذا السطح لازم يكون ميله بهذا الشكل وهذا بهذا الشكل، وهذا توورد الدرينج تشانلينج او بنشينج اوف ذا ذس مان هول بيس. هذا ما يسمى بالكفر. اذا هاي الغطاية هي الكفر، هذا الاطار هو الرم، وبالتالي الكفر مع الرم مفروض يكون، وتحديدا الكفر مفروض يكون على مستوى الزفتة، يعني ما بصير يكون أعلى أو أخفض بالنهاية. هذا illustration للمناسيب المرتبطة بالمانهول. أول شيء في عندي هذا هون مستوى الشارع، هون مستوى الكفر والرم،
والاصل يكون مستوى الشارع ground surface elevation مساوي للكفر او الريم elevation، ما بصير يكون في اختلاف. إذن هذا اللي هو الـ elevations، ممكن مجازا نسميه the manhole crown. هذه هنا the manhole invert، إذا هي مبين عندي هنا invert. الآن نيجي نطلع هذا inlet sewer outlet sewer، هذا هنا هذه the invert of the inlet sewer، the crown of the inlet sewer، the crown of the outlet sewer، and the invert of the outlet sewer. وإذا بتلاحظوا الـ invert للـ inlet pipe جاي مسح مع الـ invert of the manhole، والـ invert of the outlet pipe جاي مسح مع الـ invert of the manhole. وهذا مهم جدا جدا جدا. غلط، خلي أعمل إشي غلط هلا قدامكم. هي الـ invert of the inlet pipe، هي ممكن يكون حتى أفقي أكثر بهذا الشكل، ممكن نرجع عليها مرة ثانية. Then this is the invert of the inlet pipe. This is the invert of the manhole. This is the invert of the outlet sewer. هاي المسافة ممنوع إنها تكون موجودة، إذن هاي المفروض تكون زيرو. هاي المسافة بسموها sump depth. فالsump depth في شبكات الصرف الصحي لازم تساوي صفر، لأنه إذا ما ساوت الصفر وطلعت زي ما أنا رسمتها هنا، ومش لازم تكون هيك، ساعتها الأورجانيك أوبجكتس الموجودة في المجاري راح تتراكم، وأكيد بصير في عندنا مشكلة في التخلص منها. فإذا كل هاي الأورجانيك أوبجكتس مفروض تمشي مع مية الصرف الصحي وتروح لحال سبيلها لمخرج الشبكة بالنهاية، بغض النظر لوين يعني. لكن طبعا بعكس الستور موترها، الستور موتر لازم يكون الصمب دبث ما بيساوي الصفر، بالعكس هاي المسافة مرات بتساوي نص متر وستين سنتي، لأنه كل الأحجار وكل السوليد أوبجكتس اللي كاينة على الشارع ودخلت من المصرف اللي بالشارع اللي هو مشبك هذا، ما بدك اياها تمشي اكثر في السيستم، بالعكس انت بدك اياها تتراكم بهذا المكان ويكون سهل انك تمد ايدك وتشيلها يعني. هذا طبعا في حاله شبكات تصريف مياه الامطار. باي ذس بيكون جزء 11 2 1 انتهى، والله يعطيكم العافيه.